أهلا بكم من جديد. حلت مملكة البحرين في المركز الأول خليجيا في نمو ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية العاملة بدول مجلس التعاون أبريل الماضي. وأكدت الإحصائية الصادرة عن مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون بأن نمو الودائع خليجيا يرتفع بشكل إيجابي مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، إلا أن الارتفاع في البحرين بلغ 9.3%، تليها عمان في المركز الثاني بنسبة 3.9%، ثم الكويت بنسبة 2.1%، وحلت في المركز الرابع السعودية بنسبة 2%. أما في المركز السادس فجاءت الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.3%، وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الأول في ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع لدى البنوك التجارية العاملة بدول المجلس بحسب بيانات شهر أبريل 2019. بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في بورصة البحرين لهذا الأسبوع 663,670 دينارا بحرينيا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 1,812,872 سهم، بعدد متوسط للصفقات بلغ 77 صفقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 8,438,615 سهما بقيمة إجمالية قدرها 1,991,010 دنانير بحرينية، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 232 صفقة. تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 20 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 7 أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. حصل برنامج فينتك هايف بمركز دبي المالي العالمي على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي من مجلة جلوبال فاينانس، وذلك خلال حفل أقيم في دبي. ونال المركز المالي الجائزة تقديرا لجهوده في إنشاء بيئة تعاونية تتيح للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية تقديم مفاهيم جديدة ومبتكرة في مجال الخدمات المالية، وبما ينسجم مع جهوده في إطار مساعي تحقيق خطة دبي 2021 واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي التي تهدف إلى زيادة حجمه بمقدار 3 أضعاف بحلول عام 2024. كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية محمد بوشهري عن أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي ساهم منذ تدشينه في عام 2009 وحتى الآن بتوفير 2,800,000,000 دولار على جميع الشبكات الخليجية. وأشار بوشهري خلال مشاركته بورقة عمل في جلسة نقاشية أقيمت على هامش فعاليات الدورة 24 لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي إلى أن المشروع يعد من التجارب الناجحة في مجال تبادل الطاقة، مبينا أن دول الخليج العربية وفرت عن طريقه ما يقارب 300 مليون دولار وهي حصيلة العام الماضي فقط.
وأوضح بوشهري خلال الجلسة التي تحدث فيها عن تجربة الدول الخليجية لمشروع الربط الكهربائي وحملت عنوان تحديات تبادل الطاقة أن المشروع يعمل على ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء وتطوير نظم الإنتاج والتوليد والتوزيع، إضافة إلى توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. بهدف إنعاش موقعها والارتقاء بمستواه في مواجهة منافسيها، ياهو اليابان يعرض شراء زوزو الإلكتروني للملابس ب 3.7 مليار دولار. افتتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المعرض الدولي للسيارات بمدينة فرانكفورت، والذي يعد الأكبر على المستوى العالمي. وأكدت ميركل في كلمة بافتتاح المعرض على ضرورة زيادة الاعتماد على السيارات الإلكترونية والمواصلات الصديقة للبيئة. وأشارت ميركل إلى عزم الحكومة توفير تقنيات الجيل الخامس على الطرق الخارجية، والتي ستسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات للسيارات الحديثة، فيما اعتبرت أن الطريق طويل ومكلف لتنفيذ كل الخطط التي وضعتها حكومتها لتطوير وتوفير البنية التحتية. كشفت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عن أن الميزانية الأمريكية سجلت عجزاً بلغ 200 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي، ليتخطى إجمالي العجز في الأحد عشر شهراً المنقضية من السنة المالية 2019 حاجز لتريليون دولار. وقالت الوزارة بأن الإنفاق الاتحادي في أغسطس بلغ 428 مليار دولار، بانخفاض قدره 1% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات 228 مليار دولار بزيادة قدرها 4% مقارنة مع أغسطس من العام المنصرم 2018. قال صندوق النقد الدولي إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين قد تخفض مستوى الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8% في 2020، وتثير خسائر إضافية في الأعوام المقبلة. وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد إن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما في ذلك ضعف في نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008. وقال رايس إن ركوداً عالمياً ليس في التقديرات الأساسية لصندوق النقد، وستصدر المؤسسة المالية الدولية توقعاتها الاقتصادية الجديدة الشهر المقبل. إلى ذلك أعلنت الصين أنها ستعفي بعض المنتجات الزراعية الأمريكية من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها بكين مؤخرا على واردات أمريكية، وردا على إجراء مماثل من الولايات المتحدة في إطار حرب التعريفات الجمركية بين البلدين. ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن مصادر رسمية أن لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة تعتزم استثناء بعض المنتجات الزراعية الأمريكية من التعريفات الأخيرة على المنتجات الأمريكية، موضحين أن الصين تشجع الشركات المحلية على شراء كميات معينة من منتجات المزارع الأمريكية بما يتماشى مع قواعد السوق ومنظمة التجارة العالمية. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
قالت ياهو اليابان إنها ستستحوذ على زوزو، أكبر متجر إلكتروني للملابس في اليابان، مقابل 3.7 مليار دولار، وذلك بهدف إنعاش موقعها والارتقاء بمستواه في مواجهة منافسين مثل Amazon.com. وقال الملياردير يوساكو مايازاوا مؤسس زوزو إنه سيترك منصبه رئيسا تنفيذيا ويبيع معظم حصته بعد سلسلة إخفاقات دفعت الأسهم إلى الهبوط نحو 60% على مدى العام الماضي. وتتيح الصفقة لياهو اليابان فرصة تحقيق الريادة في مجال تجارة الملابس باليابان عبر الإنترنت، حيث تكافح أمازون وراكوتين لتحقيق اختراق، حيث يسيطر زوزو تاون مركز التسوق التابع لزوزو على نحو 50% من سوق الملابس المتوسطة إلى الراقية.